Barakah Ramadan dengan memberi. Kempen Sejuta Barakah Ramadan bersama Haluan. Satu medan berkongsi rezeki bersama mereka yang memerlukan. Alhamdulillah, kira-kira 5,000 keluarga telah disantuni termasuk dalam dan luar negara sepanjang Ramadan tahun lalu dengan dana terkumpul menghampiri RM1 juta Malaysia. Sumbangan ini akan disalurkan kepada asnaf, anak yatim, ibu tunggal dan ramai lagi sepanjang bulan Ramadan ini dan selepas Aidilfitri di dalam dan juga di luar negara. Sumbangan dibuka untuk iftar, pek makanan, bantuan sara hidup, pendidikan dan wakaf. Layari barakahramadan.com atau hubungi hotline 011-2051-1909. Ayuh, para dermawan sekalian, kita jayakan lagi pada tahun ini agar lebih ramai lagi yang mendapat manfaat daripada sumbangan kita. Walau sekecil mana, ia tetap bernilai di sisi Allah dan amat berharga dan bererti untuk insan-insan yang kita sedang santuni. Haluan berakhlak, mendidik dan berbakti. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الأحبة الأكارم نتحدث إليكم في عجالة في ظلال تفسير هاتين الآيتين أما الآية الأولى الله عز وجل يقول فيها للنبي صلى الله عليه وسلم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها والمقصود بهذه الآية ما ورد في الآية التي تسبقها لما قال الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم فهذه الآية تتحدث عن جماعة من الصحابة منهم كما ذكر عبد الله بن عباس رضي الله عنه نزلت هذه الآية في الصحابي الجليل أبي لبابة وجماعة من الصحابة تخلفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم ندموا على فعلتهم وربطوا أنفسهم بسواري المسجد أي بأعمدة المسجد وحلفوا ألا يفكوا وثاقهم حتى يحل وثاقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن نزلت هذه الآية ففك النبي صلى الله عليه وسلم وثاقهم وعفى عنهم فالله عز وجل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم خذ يا محمد صلى الله عليه وسلم من أموالهم صدقة نفقة منهم لله تعالى ما هي نتيجة هذه الصدقة؟ قال تطهرهم طهارة أي أن الصدقة طهارة للعبد من دنس الذنوب والمعاصي صدقة تطهرهم فيها الطهارة لهم لأنفسهم ولأرواحهم من هذه الذنوب والمعاصي وتزكيهم بها والزكاة لغة بمعنى النماء والزيادة أي أن هذه الصدقة تنمي أنفسهم وتنميهم وترفعهم من خسيس منازل أهل النفاق إلى منازل أهل الإخلاص فتنميهم وتنمي أعمالهم الصالحة وتمحق الذنب الذي ارتكبوه ونستفيد من هذه الآية أيها الكرام أن الصدقة بالنسبة إلينا هي بمثابة
الطهارة والنماء والزيادة للخير والحسنات وبمثابة المغفرة للذنوب والسيئات. تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم. والصلاة هنا بمعنى الدعاء لهم بالاستغفار، استغفر الله عز وجل لهم. إن صلاتك سكن لهم، أي إن صلاتك زكاة لأنفسهم وفيها طمأنينة لهم ووقار ورحمة لهم بأن الله عز وجل قد قبل توبتهم. وكان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا أوتي بالصدقة، كما جاء في الحديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوتي بالصدقة صلى على من أدى له الصدقة، فقال فأتى أبي بالصدقة فقال النبي صلى الله عليه وسلم ودعا اللهم صلي على آل أبي أوفى، أي دعا النبي صلى الله عليه وسلم لمن تصدق. ففي الصدقة مغفرة بإذن الله عز وجل لمن قام بها ولمن حرص عليها، وفيها تزكية وتطهير لنفسه من الذنب والمعاصي، من الذنوب والمعاصي التي ارتكبها. إن صلاتك سكن لهم كما أسلفنا، أي أنها وقار وطمأنينة وسكينة ورحمة وعلامة على أن الله عز وجل قد قبل توبتهم. والله سميع عليم، أي أن الله سميع لدعائك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك سميع لدعاء جميع من دعا من خلقه، عليم بحال من تاب وأناب وتصدق مخلصا طالبا للمغفرة من الذنوب والمعاصي وأقبل على الله عز وجل. والله عز وجل عليم بمن يستحق هذه المكانة من المغفرة ومن الرحمة. طيب، ثم الله عز وجل يقول ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده. فجاء هنا الحديث ربط بين التوبة والصدقة، فعندنا أمرين، التوبة والصدقة. فكما أن التوبة والاستغفار، التوبة الصادقة الخالصة لله عز وجل تمحق وتمسح الذنوب والمعاصي، فالإنسان إذا تاب لله عز وجل تاب الله عليه، وكذلك الصدقة، فإن الصدقة هي من الوسائل ومن الأعمال الصالحة التي تغفر الذنوب. ففي الحديث عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وهذا الحديث من الأحاديث العظيمة، قال النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. كيف يطفئ الماء النار؟ كذلك الصدقة إذا جاءت فإنها تطفئ الخطيئة، فيغفر الله عز وجل للعبد بالصدقات. وهذا الحديث هو حديث رواه الإمام أحمد في مسنده والإمام الترمذي والإمام النسائي وابن ماجه وغيرهم، وصححه الإمام الألباني. نعم، فإن الله عز وجل يقبل التوبة ويأخذ الصدقات. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات. فالصدقة لما يدفعها الإنسان المسلم للفقير أو لأصحاب الحوائج أو لأصناف الصدقة، فإن الله عز وجل يأخذ هذه الصدقة. ففي الحديث، اسمعوا هذا الحديث ما أجمله، قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رواه الإمام الترمذي وصححه الإمام الألباني من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال إن الله يقبل الصدقة، إن الله يقبل الصدقة ويأخذها بيمينه فيربيها لأحدكم، يربيها لأحدكم كما يربي أحدكم مهره، حتى إن اللقمة لتصير مثل أحد أو مثل جبل أحد. أي أن الإنسان إذا تصدق لله عز وجل صدقة خالصة لله عز وجل لا يبتغي بها إلا وجه الله عز وجل، لا يبتغي بها إلا أن تكون في ميزان حسناته خالصة لوجه الله عز وجل، فإن هذه الصدقة الله عز وجل يقبلها ويأخذها ويربيها، أي يزيد فيها ويبارك فيها كما يربي أحدكم مهره. كيف الإنسان يربي المهر؟ هو صغير الحصان، صغير الحصان، إذا ولد الحصان وكان ذكرا يسمى مهرا باللغة العربية. فكيف يربي الإنسان هذا المهر الصغير حتى يكبر ويصبح حصان شديد وقوي وكبير؟ فالله عز وجل يربي هذه الصدقة، حتى إن اللقمة، اللقمة إذا كانت صدقة، لقمة واحدة صغيرة يجدها الإنسان عند الله يوم القيامة مثل جبل أحد. كم ترون جبل أحد بضخامته ومكانته؟ فهذه اللقمة والصدقة الصغيرة تكون عند الله عز وجل كبيرة جدا إذا أخلص الإنسان النية لله عز وجل. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات، وأن الله هو التواب الرحيم. ذكر الإمام الطبري في تفسيره
أن أبو قتادة أن أبا قتادة رحمه الله وهو أحد التابعين روى عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أنه قال إن الصدقة لتقع في يد الله قبل أن تقع في يد السائل. يعني الإنسان لما يتبرع بالصدقة فإن هذه الصدقة تكون في يد الله قبل أن تكون في يد السائل. ثم قرأ قول الله عز وجل ألم يعلموا أن الله يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم. فإن الله عز وجل هو التواب الرحيم، أي أن الله يتوب على من أخلص النية لله عز وجل، ومن تاب واستقام ومن أخلص لله عز وجل فهو سبحانه وتعالى هو الغفور الرحيم بعباده إن استقام. وهذه الآيات أيها الكرام لتبين لنا أمرين مهمين جدا، وهما من أسباب مغفرة الذنوب التوبة الصادقة لله عز وجل والصدقة. فإن الصدقة فيها تطهير للنفس وتزكية للنفس من الذنوب والمعاصي، وهي من أسباب المغفرة للذنوب، وهي من أسباب رفعة الإنسان في درجات الجنة يوم القيامة. ولكن أنوه قبل الختام، أنوه على نقطة مهمة جدا، وهي نقطة إخلاص النية لله عز وجل. فإن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وبتغي به وجهه. فالله عز وجل لا يقبل العمل إلا إذا كان خالصا له. وإن كما جاء في الحديث في الصحيحين وغيرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر من الفئات الذين أول ناس يدخلون النار، فقال إن أول من تسعر بهم النار، يعني أول ناس يدخلون النار، ذكر منهم الصنف الثالث قال منفق لا يدع وجها للخير إلا يتصدق فيه. فيأتي الله عز وجل فيعرفه الله عز وجل نعمته وفضله عليه ويقول له ماذا فعلت بها بهذه النعم، فيقول يا رب تركت بابا للخير إلا وتصدقت به، فيقول له الله عز وجل كذبت ولكنك تصدقت ليقال عنك جواد وقد قيل، ثم يؤمر به فيسحب على وجهه ويلقى في النار والعياذ بالله. فإذا كان العمل لو أنفق الإنسان كل ماله لكن بدون إخلاص النية لله عز وجل فهو هباء منثورا. فالإنسان يخلص النية لله عز وجل، إن الله لا يقبل إلا العمل الخالص لله عز وجل، لا يبتغي الإنسان به إلا وجه الله عز وجل. وفي الحديث أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من الفئات الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله سبعة فئات، قال سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، قال رجل تصدق صدقة بيمينه فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فيخلص الإنسان نيته لله عز وجل ويتصدق خالصا برغبة منه أن تكون هذه الصدقات خالصة لوجه الله عز وجل، وأن تكون هذه الصدقات في مصارفها، وأن تكون من أجل أن يغفر الله عز وجل له ويرفع درجاته في الدنيا والآخرة. فبذلك إن شاء الله يكون من المقبولين ومن الذين تاب الله عليهم وتقبل منهم ورفع درجاتهم يوم القيامة، وأكرمهم الله عز وجل بسعة في المال في الدنيا وسعة في درجات الجنة يوم القيامة. نسأل الله عز وجل لنا ولكم القبول، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.